ما تواخذيني أنا سي ملك، كنت مستعجل وما انتبهت. ولا يهمك، ما في مشكلة. ليش؟ ولا شيء، كان ماشي مستعجل بالشركة وأنا كنت حاملة كومة وراق بين إيدي، حادث أليم من دون خسائر. شو أخذك على الشركة؟ هيك كنت قريب وقلت بمر بسلم على أنور. شو فيه؟ طيب ألو، شو؟ كيف؟ صار لهم شيء؟ شو صاير كرم؟ شو في؟ هالشغلة مالها قليلة، الله لا يوفقهم. يسلموا ايديك. صحة وهنا. من كتر الرصاص بلور الشباك هر كله، الله تلطف فيكن. وانت شو اللي عرفك باللي صار؟ هلأ شفتها بالأخبار، حطوها على التلفزيون بسرعة؟ ايه والله قبل ما توصلوا. دير بالك على حالك أنور بيك، باينتوا الناس مشرانيين. لا تشغلي بالك، ما في شي. عن إذنكن. لو سمحتي ياسمين، طلعي انت من هذا الموضوع. وليش لا اطلع من الموضوع بقى؟ ياسمين، ما بدي اياك تخاطري بحياتك مشان شركتي. لكان بترك شلة زعران تفوت على الشركة بيكون أحسن؟ ياسمين لو سمحتي. لا، مستحيل اسمح لهيك أزعر يعمل اللي بده إياه، فاهم؟ وإذا صار لك شيء أنا شو بدي ساوي بوقتها؟ شو بيضمن لي إنه ما يرجعوا يأذوكي؟ الشغلة كلها مجرد تهديد، وأنا رح آخذ احتياطات. ياسمين خلاص. عم قلك مرق من فوق راسه 10 رصاصات، يعني نجا من الموت وحضرتك مبردة قلبه مرتاحة؟ أنا مرتاحة منى؟ أنت شو اللي عم تقولي؟ لكان اتصلي فيه، شو بتخسري؟ قلتي لي ما صابه شي. لكان اتطمني عليه، ولا الاتصال ما له لزوم؟ لا لا تخافي ياسمين، أنا بطلت بيع أسهمي. كرام، أنا مو متضايقة لأني خايفة من سامي وجماعته، أنا متضايقة لأنك رح تبيع أسهمك بالشركة. عم بقلك ما عاد بدي بيع، لا لسامي ولا لغيره. رح ضل بالشركة. الحمد لله على سلامتك. شكرا. أنا راجع مثل قبل، بس الشريك شغل. Yeah.